أعزائي مشاهدي تلفزيون الكويت أحييكم أجمل تحية، معكم ومن مركز الشهيد فهد الأحمد ومن داخل صالة الاتحاد الكويتي لكرة اليد، ولقاء يجمع نادي القرين ونادي الفحيل ضمن بطولة دوري كرة اليد الموسم الرياضي 2017-2018. لقاء مهم للطرفين، القرين يلعب هذا اللقاء الثالث ورصيده من النقاط 4 نقاط، فاز في لقائين وهذا الثالث. الفحيل اللقاء الثالث يلعب بدون رصيد باعتباره خسر اللقائين الماضيين. إذن بانتظار مباراة نتمنى أن تكون مثيرة، فيها ندية، فيها إثارة، باعتبار أن الفريقين يضمان نجوم كبار من لاعبي كرة اليد. يدير هذا اللقاء الحكام ثامر أشكنوني هاني أبول، المسجل عبد العزيز فيصل الميقاتي بدل المطوع، المراقب علي عباس. هذا هاني أبول، دعواتنا له بالتوفيق في إدارة هذا اللقاء هو وزميله ثامر أشكنوني. واضح أن البداية ستكون رمية البداية للفحيل، هذا مدرب نادي الفحيل مدرب نيكولا ماركوفيتش، ويدير ويدرب نادي القرين المدرب الوطني عباس طاهر. هذا الكابتن عباس طاهر لاعب نادي صيف خاص سابقا والمنتخب الوطني ومدرب صيف خاص سابقا، والان يدير تدريب نادي القرين. كل التوفيق للاثنين بالاستمتاع وإدارة مباراة ممتعة. الفحيحيل باللون الأحمر والقرين باللون الكحلي الغامج، وانطلق اللقاء. واضح أنه الفحيحيل هاجم بطريقة 3-3، والقرين يلعب بطريقة 6-0 دفاعية متحركة مع اتجاه الكرة. كرة مع فهد ربيع، حمان نشمي، خالد رويشد، رويشد جناح الأيمن، كرة مع نشمي، نشمي يحاول بلعبة فردية، وهدف أول لعبد الرحمن نشمي بمرمى نادي القرين. إذن هدف أول للفحيل انطلاق الدقيقة الأولى، وهجمة للقرين. القرين يلعب بطريقة 4-2، لا نزل 7 لاعبين. الكابتن عباس طه أخرج حارس المرمى، القانون يقول من حق المدرب يخرج حارس المرمى ويدفع بلاعب، إذا 7 لاعبين داخل الملعب، هي خطرة لكنها فيها اجتهاد. كرة مع يوسف حيدر، يوسف حيدر وتمريرة غير موفقة، غير موفقة ليوسف عبيد، وتبدأ هجمة إلى الفحيل. ويشد تمرير جانبي لفحيل، كرة مع نشمي، ويشد يوسف الخضير، رمازات مع الفحيل، خالد مناحي على الدائرة منتصف الدائرة، عزيز سلطان جناح الأيسر، والكرة مع الخط الخلفي، هدف أول للفحيل. فهد ربيع سيصوب، صوب فهد ربيع، صوب فهد ربيع من فوق المدافعين واصطاد الهدف الثاني. شوف شوف شوف، هي أوبا، هدف 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 على يمين مشعل الشط، مشعل الشطي. القرين لديه مجموعة أكثر خبرة، أكثر خبرة بأسماء لعيبته، أكثر خبرة على اللاعب الفحيل. أين ستقود هذه الخبرة؟ لسنافي، حيدر لنجيب، نجيب القرين، هدوء حتى الآن، سيبدأ الهجوم، سيصوب، يصوب، صوب، وبره بره حتى الآن، دقيقتين بلا تركيز، وكرة غير موفقة، كرة غير موفقة من حارس الفحيل، كرة غير موفقة تماما من الحارس محمد الشمري، تتخطى زميله بهجوم عكسي فاست بريك، وتبدأ هجمة إلى القرين. حيدر صانع الألعاب لنجيب، رجع 3-3، يلعب القرين 3-3 بالهجوم، والفحيل بنفس الطريقة الدفاعية 6-0. نجيب مقابلة مبكرة، اللاعب مستحوذ على الكرة، سنافي خطيرة، اوه برا المرمى حتى الآن، حتى الآن اتجاه كرات القرين غير موفقة. ربيع، ربيع الكرة معاه تضيع، ولكنها تعود إلى الفحيل، رمية جانبية، رمية جانبية، عزيز كرة مع القرين،
منتقل يمين ويسار نشميل رويشد نشمي بهدوء يمرر لاعب الخط الخلفي لغراء الدفاع لجرين اللي راح يصوب تصويبة قوية لكنها فوق المرمى عكسية خطيرة خطيرة ميثم ميثم كرة جميلة كرة جميلة هجوم عكسي فاست بريك بالمسطرة والقلم من مشعل الشط شوف قال استلم يا حبيبي استحوذ يا عزيزي سجل سجل أحلى من هذه الكرة مش راح تكون موجودة هدف لجرين لفحيل هدفين صوب لجرين ثلاث كرات غير موفقة ثم بهجوم عكسي سريع فاست بريك وفق لفحيل اصطاد هدفين وأخطأ بتصويبتين وهجمة لأصحاب الفانيلة الحمراء تاريخ فحيل وما أدراك ما لفحيل تاريخ كبير بكرة اليد أنجب وصنع نجوم كبار وكبار جدا كانوا ذخيرة كانوا يعني أسماء صنعت شاركت في مجد كرة اليد كهلوة منهم هذا اللاعب منهم هذا اللاعب فهد ربيع ربيع لفحيل كما أحب أن أطلق عليه ربيع لفحيل شوف 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 من فوق المدافعين ما شاء الله كرة جميلة كرة جميلة هو سعد العازمي لاعب الدائرة لاعب اللي قنه وخلى الجماهير تتقنه عندما كان يلعب على الدائرة في أسماء كثيرة خالد أنس أحد الحراس الكبار الذين حرسوا مرمى المنتخب الوطني فيصل العازمي صلاح أنس سالم أنس يعني لو جينا لسجل نادي فحيل بنجومه نجد أسماء كثيرة وكبيرة كرة قوية كرة قوية من عبد العزيز نجيب وبالمرمى الفاضي هذه خطورة اللعبة هذه خطورة اللعبة يدفع الكابتن عباس طه بزيادة عددية بلاعب وبالتالي عودته إذا كانت فيها تأخير سيستفيد لفحيل استفادوا أبناء لفحيل أصحاب الفانيلة الحمراء الحمراء بهدف يحمل رقم 4 حتى الآن الخط البياني 5 دقائق وراح نخلص 6 دقائق لفحيل 4 لجرين 1 ممتع والله كرة يا سلام كرة جميلة كرة جميلة وأخرى وهدف صوب باغر خريب تصدى لها حارس لفحيل محمد الشمري ولكن بطء دفاعي بجماحته لاستلام الكرة أخذها ميثم دشتي الموفق وسجل الهدف الثاني هدفين للجرين عن طريق ساعد اللاعب ميثم دشتي كرة مع الفحيل تمريرة غير موفقة إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر لفحيل خالد مناحي مع الكرة إلى فهد ربيع وخالد خطأ وأربع خطوات حتى أكون عادلة الحقيقة لما شفت خالد مناحي تذكرت الوالد محمد مناحي نجم نادي الفحيل والمنتخب الوطني أحد النجوم اللي قدموا كذلك لنادي الفحيل كرة اليد الكويتية كهدف هدف لعبد الله السنافي الآن السنافي لجرين يسجل الهدف الثالث دائما عندما أتذكر اللاعبين يعني أتمنى أن لا تخني الذاكرة بنسيان أسماء قدمت وبالتالي أحاول قدر المستطاع أن أعطي كل واحد حقه خالد مناحي لاعب الدائرة وكان والده من اللاعبين الشرسين رياضيا شرسين رياضيا قوة بالأداء الكرة مع فهد ربيع ربيع يا ربيع لخالد رويشد صوب باستعجال عكسية وين يا ميثم وين وين بالمرمى حلوة حلو اللقاء إذا اللقاء كان الاستوديو التحليلي متوقعا أن يكون في ندية وها هي الندية ميثم دشتي وثلاث أهداف ثلاث أهداف لميثم دشتي بدقة هذا ميثم دشتي مبسوط رافع ايده حقك 4-4 تعادل عادل 4-4 تعادل عادل
كرة مع لفحيل ربيع، وربيع يصوب كرة قوية تصطدم بالحائط البشري وكادت أن تكون لفحيل، ولكن مشعل شطي تصدى لها في آخر لحظات وعادت هجمة للجرين. سنافي لحيدر، حيدر وين يا يوسف؟ للسنافي، للسنافي بالمرمى، والشمري محمد يتصدى وتبدأ هجمة للفحيل. هجمة للفحيل محمد الشمري حارس مرمى الفحيل، والحقيقة اللي يجيب هو وزميله مشعل الشطي حارس مرمى القريب. هجمة مع الفحيل، فهد ربيع تصويبه فيها قوة، هناك دفع ورمية حرة وانذار، انذار لعبد المحسن الحر. كرة مع الفحيل ياخذ انذار ميثم حسن المهدي، حسن المهدي هدف، هدف لنجيب، هدف لنجيب عبد العزيز نجيب، ويتقدم لقرين في الدقيقة 10. شوف شوف كرة عكسية لعبد العزيز نجيب، ونجيب يضعها بالمرمى، وفي الدقيقة 10 لقرين يتقدم بفارق هدف واحد. هذا عبد العزيز نجيب اللاعب الدولي، اللاعب الخبرة، أحد النجوم اللي قدموا الكثير لكرة اليد، كان لاعب نادي السالمية والجرين حاليا والمنتخب الوطني لسنوات عديدة. خروج فهد ربيع ونزول أحمد سرحان، والكرة مع خالد مناحي لرويشد لسرحان، أحمد سرحان لنشمي للجناح الأيسر، الله 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 يوسف الخضير، يوسف الخضير شوفها بالبطيء، كرة بالمسطرة والقلم لوب حسابات، واصطدمت بالعارضة وأرادت المرمى ولا غير المرمى. 5-5 5-5 هذا 47 يوسف الخضير. تمرير جانبي، كرة مع سنافي، سنافي يصوب وحارس المرمى محمد الشمري يتصدى، الشمري يتصدى ورمي حرة خارج التسعة متر. كرة ما زالت مع الفحيل، مع القرين يخطفها القرين، نجيب سيصوب يمرر خطيرة، الله الله ثنائية جميلة، ثنائية جميلة للقرين، وهدف يحمل رقم 6. هذا عباس طه مدرب نادي القرين، والتقدم لصالحه الان، تقدم لصالحه. خالد مناحي كره مع سرحان، وين يا سرحان؟ حاولت تخطي دفاع القرين واعاقه ورمي حره احمد سرحان. يعني اول ما طلع هذا اللاعب كان يعني حقيقه كصانع العاب بصورة رائعة، كان مميز هذا اللاعب، وكان من صانع الألعاب اللي يعني اللي الواحد يستمتع بأدائهم. ذهب لسنوات عديدة للدراسة بالخارج، وها هو يعود الآن. كرة قوية لنشمي غير موفقة، عكسية يوسف حيدر، مهدي يوسف حيدر لمهدي، إعاقة ورمية حرة، إعاقة ورمية حرة. من احلى المواسم لاصحاب الفنيله الحمراء موسم 2010 2011، الفحيل فاز ببطوله الكاس والدوري. الله 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 يا عبد العزيز يا نجيب، من فوق المدافعين نجيب لقرين يصطاد مرمى الفحيل. شوف 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 على يمين الحارس بخبره وبذكاء وبقوه يضعها بالشباك. 7 لقرين 5 لفحيل. كل ما قلت لك عزيزي المشاهد، الفحيل في عام 2010
2011 فاز بالدوري والكاس، يعني اخذ الخضر واليابس. سنه لن ينساها محبو نادي البحيل احمد سرحان، يحاول يعاقه ورمي حره، يعاقه ورمي حره على احمد سرحان، يتعامل مع زميله خالد مناحي بذكاء بعكس اتجاهه هو. نشمي ويشد، نشمي سمير جانبي، كره مع الفحيل، غير سرحان، وسرحان يصوب وتعود الكره الخضير، تمرير جانبي لسرحان، سرحان لرويشد وتهديه عكسيه، الفحيل ما زال يضغط، الفحيل يتحين الفرصه، سرحان سيصوب، صوب سرحان وتصدى مشعل الشطي وعكسيه، اوه هي انفراد، انفراد ثنائي ميثم دشتي وعبد العزيز نجيب بهجوم عكسي، فاست بريك سريع ببطء دفاعي لعوده لاعبي الفحيل. شوف ثنائيه على طول، انفرد انفرد نجيب، والهدف الثامن. ثمانيه لقرين، خمسه لفحيل، هدف الفحيل تقدم 5-4 ثم هدف وتخطى لقرين بالدقيقة 14 الآن، وراح نخلص الدقيقة 15، تناصفنا الشوط الأول، 8 أهداف لقرين، لفحيل 5 أهداف. لعبة جميلة، يا سلام يا سلام، لعبة جميلة من لاعب، شوف شوف لفحيل، كرة جميلة وتصويبة من فوق المدافعين، وهدف، هدف لفحيل. 8 لقرين 6 لفحيل. توقفت المباراة، استمراريتها الآن، استمراريتها كرة ما زالت مع لقرين، تصويبة سريعة للمتألق عبد العزيز نجيب، تصويبة سريعة للمتألق عبد العزيز نجيب، وهدف للقرين، 9 لقرين 6 لفحيل. وضح وضح خطورة عبد العزيز نجيب أمام مدافعي الفحيل، وبالتالي العديد من الأهداف، العديد من الأهداف يتصدى لها ويسجلها نجم القرين عبد العزيز نجيب. واضح عزيزي المشاهد ان احنا ما ذكرنا اسم اللاعب رقم 39، ما اعطونا اسمه، سجلوا متاخر اللي معاه الكره الان، بالتالي طلب وقت، تايم اوت، تايم اوت لمدرب نادي الفحيل المدرب ماركوفيتش للحديث مع لعيبته في الدقيقه 16. حتى الان عزيزي المشاهد دقيقه 16 لقريب الفحيل، الأسبوع الثالث لدوري كرة اليد موسم الرياضي 2017-2018، لقرين 9 لفحيل 6، بعد ما كان متقدم لفحيل 5-4 استطاع لقرين بالهجوم العكسي فاست بريك وبتصويبات اللاعب عبد العزيز نجيب من فوق المدافعين أن يتقدم بفارق 3-2. أمامنا بالصورة كابتن عباس طه وحديث مع لعيبته، والكابتن ماركوفيتش وحديث مع لعيبته، حتى الان لقاء فيه نديه، فيه اثاره، فحيل يحاول ان يقتنص نقطتي هذا اللقاء، القرين يبي يضيف النقطه السادسه لفريقه باعتباره ينافس، هذه لقطات الاحداث الدقائق الماضيه. انتهى الوقت اللي طلبه الكابتن ماركوفيتش مدرب الفحيل، واستمراريه اللعب. يغيب عن نادي القرين اللاعب احمد الصلال احد المدافعين المتميزين وكان نجم المباراه السابقه، اصيب هذا اللاعب الحقيقه بالرباط المباراه الماضيه، والمشكله انه لما هجم اللاعب احمد الصلال لم يكن هناك اي دفع، عمل وثبه نزوله وتمت اصابته، اصابه يعني حقيقه كما حبيت اطمئن عليه ان اصابته ليست سهله وراح تمنع من اكمال الموسم، نتمنى يا رب ان يكون معافى ويرجع بالسلامه قريبا ان شاء الله.
وشكل مع زملاء توليفه جميله. احمد صلاح لنا نتمنى الدعوات ان شاء الله بالشفاء والعوده سريعا لتعود الى محبوبتك كره اليد. هجمة عكسية لجرين يتخطى الحارس، ولكن هناك في رمية حرة لصالح لجرين. صالح يشوف كرة عكسية تصدى لها الحارس، الله لمست قدم لاعب الفحيل وعادت رمية حرة لجرين. يوسف حيدر للسنافي، وليد البركي اللي نزل يوسف. الان زياده عدديه، تصويبه جميله، وناصر الهاجري يتصدى. ناصر الهاجري حارس مرمى لفحيل، احد الحراس الخبره، يتصدى لتصويبه لجرين. هويشد لمناحي، ومناحي ورميه حر، رميه حر، رميه حره لنادي لفحيل. هذا مشعل الشطي، هذا الحكم تامر اشكنوني، حكم اللقاء وزميله هاني ابو الوا. 18 دقيقة الحقيقة بدرجة امتياز، بدرجة امتياز يؤديها الحكمان هاني ابو الوا وثامر اشكنوني. نتمنى الاستمرار والتوفيق لطاقم الحكام، مباراة ممتعة، إدارة رائعة، امتثال من لاعبي الفريقين لقرارات الحكام، إجادة حتى الآن بالمستوى الفني لكلا الطرفين. وكان هناك تسرع للفحيل هجوميا لسبيل من الجرين. استمر اللقاء، عزيز نجم لأحمد سرحان، سرحان لمين لرويشد، رويشد الجناح الأيمن وتصويبه، لكن مشعل الشطي يتصدى. أوه، خروج حارس المرمى ناصر الهاجي، ومشعل شطي أراد أن يصيب مرمى ناصر الهاجي، ولكن ما كل ما يتمنى المرأة يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما مشت معاك يا مشعل، السفن مع الريح مشي معاك. كرة مع لفحيل، هجوم هجومي، نزل لفهد ربيع، كرة مع سرحان لفهد ربيع، ربيع لعزيز نجم لسرحان لربيع. اوه ماذا يحدث لفحيل؟ كرات سهلة، كرات سهلة تهدر، قدم هدايا للجرين. الجرين كذلك الان ضيع كرة، تصويب اي كلام اي حاجة، اثنين من اللاعبين فراد، وتهدر فرصة شبه محققة. نجيب، نجيب لدائرة خطيرة. اوه عزيز نجيب ضيع لفحيل، ونجيب يمرر لباغر الوزان، وباغر الوزان يصطاد المرمى. شوف نجيب على طول لقى باغر الوزان فاضي، قال استلم، صوب على راحتك، صوب على راحته، وسجل الهدف رقم 11 لجرين، 6 لفحيل. ما زال الجرين بنفس الطريقة الدفاعية 6-0. لفحيل هجوميا 3-3. يا عيني عليك فهد ربيع، فهد ربيع النجم، فهد ربيع ممتع، هذا اللاعب ممتع ما شاء الله، قدم يعني بالمنتخب الوطني كان يشكل يعني فهد ربيع ما شاء الله، هذا اللاعب قوة، قوة دفاعية وهجومية، هو وزملائه. لو رجعنا لشريط ذكريات كرة اليد الكويتية نحتاج إلى كتب، نحتاج إلى ملفات. كرة اليد الكويتية أثبتت على مدار السنوات الماضية. المهم سنعود لهذا الموضوع. كرة مع الفحيل، عزيز شو الحكاية، شو الرواية، تبيك الكرة ولا ما تبيك، تبيها ولا ما تبيها، يعني شيء مو معقول. هذا مدرب الفحيل ماركوت، كرة تمرر يقدمها لزميله تمريره، تهدر منه تضيع، كانه يعني استلام تمرير واستلام، هي من مهارات كره اليد. الان كره سهله، اثنين مهاجمين
ينفردون بالمرمى ويهدرون الفرصة هذه تحتاج إلى سؤال. يطلب مدرب نادي الغرين الكابتن عباس طه تايم أوت، شوفها شوفها، لا هذه لقطات لأحداث الدقائق الماضية من 20 دقيقة الماضية. أضع لفهي الحقيقة هجمات كان من الممكن بل يعني من السهولة أن يصطاد أهداف منها، ولكنها رجعت لهذا ماركوفيتش زعلان زعلان يوجه فريقه. لا شك أنه بهذه النتيجة لجرين 10 لفهيل 7، مدرب ماركوفيتش حقيقة أوجد مجموعة فيها توليفة جميلة، يقدم لفهيل مباراة جيدة، مباراة عن مباراة يتجه إلى الأفضلية، هذه حقيقة يجب أن تقال. خبرة لجرين حتى الآن بيانيا خط البياني يصير لصالح لجرين باعتبار أنه فريق خبرة. كرة جميلة، كرة جميلة ضايعة من لجرين عن طريق لاعب فواز القربلي من فوق المدافعين، وهدف يحمل رقم 11. لفحيل يهاجم، فهد ربيع ليل ويشد يوسف الخضير، سرحان نزل الآن بدل نشمي، كرة ما زالت مع لفحيل بالهجوم على لفحيل. التركيز صاحب الفنيلة الحمراء، التركيز الهجومي وعدم إضاعة الفرص بتقديم هدايا للجرين. سرحان لربيع، ربيع الله تصويبة قوية والعارضة ترفض دخول كرة فهد ربيع. هذا فهد ربيع وتصويبة قوية، لكن العارضة تقف لها بالمرصاد. 11 لجرين 7 لفحيل، 22 دقيقة وتبقي 8 دقائق 8 دقائق. نستمتع الحقيقة، نفرح عندما تعود الأندية وخاصة اللي لها بصمة بكرة اليد إلى مستواها إلى أدائها إلى منافستها، شيء ممتع. حتى أنا نتمنى أن يكون هناك منافسين كثر أثناء منافسات الدوري. كرة سهلة تضيع من لجرين، تعود من فحيل، فهد ربيع لنشمي، نشمي يبحث عزيز، عزيز تصويب، كرة برا المرمى وهناك رمي. لو رجعنا لسجل إنجازات كرة اليد الكويتية بالدوري العام من عام 66 إنذار لعبد الله السنافي، نجد أن نادي السالمية الرياضي هو أكثر الأندية استحواذاً على البطولة الدوري 11 مرة، يلي العربي 10 مرات، الكويت 7 مرات، كاظمة 6 مرات، القادسية 5 مرات، صليبخات 5 مرات، لفحيل 4 مرات، خيطان مرتين. إذن سجل كبير لفحيل حصده بطولة الدوري 4 مرات والكاس 3 مرات. كرة مع عزيز سلطان، تصويبة، أوه مشعل، مشعل الشطي يتصدى وتصطدم الكرة في وجهه، وعلى الحكم أن يوقف المباراة فورا للتأكد من سلامة اللاعب. شو ربيع عزيز نجم اصطدمت الكرة، يعني كرة لما تصطدم بوجه الحارس والله حكاية، تقول لي يصير حارس مرمى، لا تبيني هجوم، تبيني دفاع، تبيني جناح أصير، لكن حارس وتصطدم، سلامات يا مشعل، سلامات. كرة اليد يعني لها وزن، إيه أكيد، سلامات 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 يا حبيب، مالك إلا العافية. قام بقوة، تم علاجه، يبقى أثرها فترة وتروح. تعلم حارس المرمى، حارس المرمى ومشعل الشطي من الحراس اللي يعني لهم إن شاء الله مستقبل رائع بكرة اليد، وضع بصمته، أثبت وجوده بما يقدمه من أداء جيد وحراسة ثلاث خشبات. طلق اللقاء مرة ثانية يوسف حيدر، تمريره لزميل مهدي، إنما تلمس الكرة قدم خالد رويشد وتعود رمية حرة للجرين. نجيب يصوب وعلى يسار ناصر الهاجري، ونجيب لجرين يتألق، عبد العزيز نجيب يتألق. شوف خبرة، وقت المناسب واختيار المكان المناسب والتصويب المناسب، واصطياد العديد من الأهداف لصالح نادي الجرين أمام منافسة لفحيل.
نعش لجرين سبعة لفحيل هذا لفحيل حيل هذا دائما نادي الفحيل لا يعرف الهدوء الرياضي الرياضي اداء قوي وكره مع احمد سرحان سرحان وتمريره غير موفقه في اعاقه ورميه حره خارج التسعة متر قاب بعض اللاعبين الموسم الماضي او الموسم قبل الماضي واكيد لا تاثيره ولكن واضح انه نادي الفحيل من مباراه لمباراه يعود الى مستواه اللي نعرفه عنه اكيد انه وراء هذا جهد من مجلس اداره نادي الفحيل كره مع الفحيل عزيز سلطان يا عيني يا عيني يا عيني على هذه الكره راح نشوفها بالبطيء الاسمر الجميل شوف 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 شوف, شوف راح اسكت وانت شوفها فيها ذكاء فيها ذكاء طلع الحارس لوب من فوق الحارس مع لفه خفيفه مع حاجه سميها حلويات كره اليد 12 لجرين لفحيل 8 كره مع لجرين كره غير موفقه ناصر الهاجري ناصر لزميله الله 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 لفحيل يتألق بهدفين متتاليين واحد يقول لي اللاعب رقم 47 اللي سجل هدفين اخذنا الاسماء في بدايه المباراه ما كان اسمه موجود سجلوا بعدين لذلك الاسم مو موجود راح اتذكره في الشوط الثاني ان شاء الله راح اذكره في الشوط الثاني انذار على عبد الرحمن النشمي يعني بعض المرات يحوشك تاخير يعني ما يعطى اسم اللاعب يسجل بعدين وتفاجئ انه اللاعب يكون يعني مركز خطوره او يسجل العديد من الاهداف ما يكون اسمه موجود عنده وهذه الحقيقه اللي يعني سجل لاعب هدفين رقم 84 و74 ربي حره خارج التسعة متر تصويب وهدف لعبد العزيز نجيب اخطر لاعبي الجرين حتى الان عبد العزيز نجيب يسجل شوف 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 تقابل متاخر مقابله متاخره اللي سجل الكره الماضيه يوسف الخضير لا يوسف الخضير يوسف الخضير اللي سجل رقم 39 مو موجود يوسف الخضير اللي سجل رقم 47 جناح الايمن للفحيل فهد ربيع يا فهد يوسف الخضير وفهد ربيع واهداف متتاليه الان هذا هو عطنا اياه فهد ربيع شوف من فوق المدافعين الاثنين خبره نجيب القرين وربيع الفحيل الاثنان خبره والتصويب من خارج التسعة متر هذا فهد ربيع كرة مع القرين ثلاث اهداف الفارق متبقي دقيقتين ونص تقريبا ميثم دشتي خطيره وهدف ميثم دشتي الجناح الايسر للقرين من اللاعبين الخطيرين الحقيقه عندما يستلم الكره في مكان مناسب يقرا المساحه وينفذ ويطبق بصوره صحيحه 100 شوف شوف على طول ماخذ الزاويه البعيده اثناء التمرير ياخذ الخطوتين ثم ارتقاء والتصويب ومن زاويه صعبه ولكنه يتعامل مع مرمى الفحيل بذكاء 14 جرين لفحيل 10 مباراة قريبة أربع أهداف فارق مش كثير بكرة اليد يبقى لدى الفحيل الكثير ربيع خالد رويشد لسرحان رويشد يا عيني الترباجية خالد رويشد يعني يعزف ويتقنى بالكرة الماضية شوف فيها تأليف فيها قناع حلوة يا خالد يا رويش الكرباجية صعبة هذه الكرات تسمى الكرات الكرباجية الصعبة على حراسة المرمى باعتبارها يعني ماخذ لف وميلان وتصويب كرباجي ارتفاعه عن الأرض مسافة صغيرة وبسيطة هجمة عكسية رمية جزاء اختراق لمهدي
لجرين ورمي الجزاء في دقيقتين، في دقيقتين من حقه، من حقه دقيقتين. يوسف فهيد، يوسف فهيد ايقاف، هذا يوسف فهيد صاحب رقم 14، ايقاف دقيقتين من اللي راح يصوب هيثم دشتي. ناصر الهاجري وهدف، هدف للمتألق هيثم دشتي. حتى الان القرين هيثم دشتي وعبد العزيز نجيب، بالمناسبه الاثنين ذيلا كانوا لاعبين نادي السالميه سابقا، اليوم هم مع القرين، وجودهم الحقيقه واضح ان لهم بصمه في الشوط الاول حتى دقيقه 29، بصمه مؤثره. سرحان لفعيل، سرحان لمين؟ رويشي الخضير، رويشي سرحان يحاول، اقل من دقيقه متبقيه على نهايه الشوط الاول، كره مع فهد ربيع لسرحان، ربيع نزل على الدائره، سرحان لمين؟ لرويشد، ليوسف الخضير، رويشد لسرحان، وسرحان يصوب، ومشعل الشطي صاحي، مشعل الشطي صاحي موجود عكسيه القرين. عزيز نجيب ليب، الله الله الله، كرات جميله وتمرير ذكي للقرين. الثواني الاخيره، انتهى الشوط الاول. اعزائي المشاهدين، باخر اهداف في المباراه لحسن المهدي، والنتيجه الان 16 لقرين 11 لفحيل، بعد شوط مميز كان فيه الاكثر قوه لقرين. يبقى هذا الكلام سيتحدث فيه الاستوديو التحليلي، سنعود الان للاستوديو التحليلي والزميل عبد الله حسين وزملاء المحللين وليد عايش ونايف الرندي لتحليل الشوط الاول، ثم عوده معكم ان شاء الله لتكمله الشوط الثاني. الى اللقاء. مرة ثانية أعزائي المشاهدين، نعود معكم والشوط الثاني للقاء نادي الفحيل ونادي القرين ضمن دوري كرة اليد الموسم الرياضي 2017-2018. انتهى الشوط الأول، القرين 16 هدف، الفحيل 11 هدف، وهجمة للقرين ميثم دشتي وتصويبه غير موفقة. تقدم في بداية الشوط الأول حتى الهدف 5، وكان الفحيل 5 والقرين 4، ثم انطلق القرين ليتصدر المشهد وتصبح النتيجه لصالح. انتهى الشوط الاول 16-11، وبدايه الشوط الثاني واضاعه هجمه للقرين وهجمه للفحيل 6-0. القرين يلعب مدافعين منذ بدايه الشوط الاول، المره هذه غيرها 5-1، ميثم دشتي رقابه فهد ربيع رجل رجل، عوده اخرى ل 6-0، لم ثواني قليله وعاد ميثم دشتي الى 6-0 ب قرار من المدرب عباس طه. الفحيل يهاجم بطريقه 6-0، فهد ربيع يبحث عن فرصه تصويبه، ومشعل الشطي يتصدى، مشعل الشطي يتصدى، ورمي حره وايصال فهد ربيع الظاهر بالتصويبه، بالتصويبه، سلامات سلامات، لكنه ربيع، لكنه ربيع الفحيل، سيكمل اللقاء، يكمل. اوه فهد ربيع يامه ويامه، هذا شيء عادي لما كنا نلاعب الفرق الأوروبية والآسيوية، الكوري والياباني والصيني كل المنتخبات كان نجمه. أوه خالد رويشد، خالد رويشد وهدف من فوق المدافعين من أمام الحائط البشري، 16 لقرين 12 لفعيل. شوف شوف خالد رويشد وتصويبه على المتألق مشعل الشطي، وإصابة الهدف رقم 12. دقيقتين، اول دقيقتين ثواني تنتهي دقيقتين، القرين 16 لفحيل 12، وهجمه قرين نجيب لحيدر يوسف،
المهدي تصويبه هو تصويبه قوية من عبد العزيز نجيب، وانذار لفهد ربيع. شوفها، راح نشوفها بالبطيء. في لعبة قوية عاتبة. المشكلة شو اقول؟ الاثنين كبار، الاثنين نجوم، الاثنين تاريخ، الاثنين ربع وجماعة. حط حيلهم بينهم، يفكون الشفرة. الاثنين ذيلا ما يختلفون. ياما لعبوا، ياما واحد شال الثاني. كرة مع فهد ربيع، ربيع لسرحان. اوه تمريرة سهلة لسرحان، ضاعت، لم تستحوذ عليها. وبدت هجمة للقريب. عبد العزيز نجيب صاحب الهدف الماضي، ومعاتبة خفيفة لزميله ورفيق دربه في المنتخب فهد ربيع. والله شفت إشارة من بعيد، الاثنين سلموا على بعض وانتهت الحكاية، انتهت الرواية. رمية حرة، حسين مهدي، حيدر لنجيب، نجيب وإعاقة ورمي حرة. فواز الغربلي مع الكرة الآن، فواز الغربلي إلى حيدر لنجيب. بدل الفحيل يقابل رجل لرجل، نجيب يحاول تصويب. خالد بناحي عامل معاه لزقة وبالتالي اعاقه ورمي حره. خالد تسعود، تصويب لنجيب، تصويب لعبد العزيز نجيب، وهدف من الثبات، ارتقاء هدف من الثبات. شوف من الثبات، لم يعمل وث على طول من فوق المدافعين ومن جانب فهد ربيع. و18 لقرين، 12 لفحيل. 4 دقائق الشوط الثاني. كرة مع فهد ربيع، رويشد لسرحان. سرحان ضاعت منك كرة، مساع سهلة يا سرحان، خليك صاحي. تصويب، كرة قوية. إذن الكبار بدأوا يتكلمون، الكبار بالفريقين. هذا ربيع، شوف من فوق المدافعين، وبالمقابل نجيب لقرين، وأهداف متتالية. 18 لقرين، 13 لفعيل. الخبرة لها دور كبير، لذلك على كل النجوم الغادبين أن يستفيدوا من أصحاب الخبرة. تاريخ كتب وتغنى فيه العديد من الجماهير المحبة للرياضة الكويتية وكرة اليد الكويتية. نجيب هو للحكاية، عبد العزيز نجيب، وتسجيل أهداف متتالية. شوف 3 مدافعين ولسعها وسجل، حقك تفرح. نجيب لقرين، الشوط الثاني هو نجيب. الحقيقة أهدافه كلها فيها ذكاء وفيها مهارة، من الثبات، من الوفاء. هذا فهد ربيع، ايش عندك يا ربيع لفحيل؟ كرة مع رويشي، سرحان الناحي، سرحان لربيع. الله، تسبت على فهد ربيع، والله كان جاهز. اوه، كرة مفاجأة حقك تبتسم يا عبد العزيز. شوف المسافة، كرة مع فهد ربيع، تسبت دخول خاطئ، مررت لنجيب. شوف نجيب من مسافة بعيدة جدا بمرمى ناصر الهاجري، وهدف يحمل رقم 20. انطلق قطار القرين، مما اضطر مدرب لفحيل، المدرب ماركوفيتش، ان يطلب تايم اوت ليتحدث مع علي. والله انا حاسس بيقول مع انه بعيد، يعني لفحيل قاعد يضيع كرات سهله، وسهله جدا هجوميا. بالمقابل امامنا هذه كره فهد ربيع الماضيه، الظاهر والله اعلم ان عبد العزيز نجيب حاشه. هذا خالد مناحي، عبد العزيز نجيب. مباراة ممتعة الحقيقة. الهدف الأخير يحمل رقم 20،
فاجئ فيه نجيب دفاع الفحيل. هذه اللعبة، هذه اللعبة شوف فيها عتاب، فيها عتاب حقك يا عبد العزيز حقك، وعاتب فهد ربيع. أنا عاد هاي الكرة الثانية كذلك كورتين لفهد ربيع يلعب بقوة على عبد العزيز مش على الكرة. هذه بس خلاص وخرها. هي كرة اليد عزيزي المشاهد فيها قوة فيها عنف، ولكن العنف الرياضي دون إيذاء المنافس، لأنه فيه عقوبات كبيرة وممكن يتخذ الحكم إذا رأى أنه لاعب متعمد إيذاء منافسه، القرار ممكن يكون الإبعاد عن المباراة. نعود للمباراة، الكرة مع سرحان لربيع، ربيع يبحث عن فرصة، مراقب بقوة من أكثر من لاعب، مراقب من أكثر من لاعب. مهمة نجيب الهجومية أسهل من فهد ربيع، يضع ثقل على عباس طه يبتسم، حتى الآن الأمور طيبة وعسل. يا عين يا عين الكبير كبير الكبير كبير، شوف الكبار ايش يسوون، شوف 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 شوف، واللي ما له أول ما له تالي، هذا تاريخ لهؤلاء النجوم. وبالتالي على كل اللاعبين الناشئين القادمين أن تكون هذه المجموعة من اللاعبين الخبرة مثال يحتذى فيه بالأداء باللعب بالعطاء. كرة مع القرين، يوسف حيدر، تمرير جانبي، غير راية، رجعها لي فواز القربلي، القربلي بيصوب، صوب القربلي المرة هذه بمرمى محمد الشمري، نزل بدل زميله اللاعب ناصر الهادي. فواز القربلي شوف فواز يلعب له وحده ويفوز بتسجيل هدف لنادي القرين 21 القرين فحيل 14 3-3. يلعب لفحيل هجوميا، القرين 6-0، هي نفس طريقه الناديين بالاداء، لم يطرا عليها اي تغيير منذ البدايه. نزل محمد البلوشي تشكيل القرين، كره للجناح الايمن، كره غير موفقه، كره غير موفقه للاعب فهد الياقوت. اخذنا اسم الشوط الثاني. هذا مدرب ماركوفيتش، مدرب الفحيل حقيقه يا كابتن ماركوفيتش، والله اداء الفحيل جيد، لكن هناك بعض الاخطاء بالاستلام والتسليم، دفع ثمنها اهداف متتاليه للاعب القرين بمرمى الفحيل. كره مع القرين، يهاجم فواز الغربلي، يوسف حيدر، محمد البلوشي، فواز غربلي بيصوب، يبي فرصة للجناح الأيمن وتصويبه غير موفقة من لاعب يوسف عبيد، يتصدى لها محمد الشمري حارس مرمى الفحيل، لتعود هجمة إلى الفحيل. تهدئة هجومية لأصحاب الفنيلة الحمراء، إيجاد ثغرة دفاعية لدفاع القرين. ويشد نشمي لربيع، ربيع اوه يا ربيع، ربيع الفحيل يتألق، فهد ربيع الفهد ربيع يتألق، شوف تمريره جانبيه ونزول عبد الرحمن نشمي وتصويب لفهد ربيع، انه الفهد ربيع يتألق. ممتع مباراه، نقدر نسميها مباراه بين القرين بعبد العزيز نجيب والفحيل في فهد ربيع، هو عنوان هذا اللقاء حتى الان. هذا فهد ربيع نجم هذا اللقاء حتى الآن، ما شاء الله ما شاء الله، ممتع المباراة إذا وجد تألق أكثر من لاعب. محمد الشمري أوه تمريرة غير موفقة، ضاعت من الفحيل ورجعت للفحيل لتبدأ. هذه الكرات السهلة، كرة ثمينة، كرة غالية، ما تضيع إلا يعني بصعوبة، لكن إنك تهدرها بسهولة صعبة. كرة مع عزيز سلطان، وسلطان يصوب والعارضة تقف بالمرصاد، وفي دقيقتين في دقيقتين عزيز عزيز حكم ثامر اشكنوني يعطي لاعب القرين اسد
مهدي دقيقتين دقيقتين ايقاف وهجمه للقريب. في لعبه فيها قوه امام فهد ربيع وبالتالي يعطي دقيقتين ايقاف. القرين ناقص لاعب المره هذه. مدرب لفحيل قال لخالد مناحي راقب عبد العزيز نجي. والفحيل يلعب بطريقه رجل لرجل مان تو مان، كل لاعب مع لاعب، عنده لاعب زياده. يوسف حيدر، ميثم دشتي، خطيره ميثم، تصويبه ويتالق محمد الشمري حارس المرمى. هجمه عكسيه ليل جرين ضاعت من لفحيل ومن خالد رويشد بالضبط، يخطفها لجرين وهو ناقص ويسجل محمد البلوشي هدف لنادي الجرين. شوف 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 هيثم دشتي ياخذ الكره، محمد البلوشي منفرد واصطياد الهدف رقم 22. مدرب لفحيل زعلان، كانت الكره لعب بطريقه دفاعيه صحيحه رجل لرجل وخطف الكره، ولكن اضاح لعيبته. رميه حره الان خارج التسعه متر لاصحاب الفانيله الحمراء لفحيل. القرين ناقص لاعب، حتى الان لم يستفد لفحيل من النقص العددي، بل استفاد القرين من النقص العددي وسجل هدف. يعني هو ناقص القرين وسجل هدف. لياقوت لربيع فهد لخالد منا. يا سلام، كره مرسومه، كره فيها جمله، ولما تكون فيها جمله مفيده نقول. شوف الجمله، شوف الجمله. الياقوت لرويشد لربيع لمناحي اضحى اربع تمريرات سليمه 100% مدروسه مرسومه، انتهت بهدف لخالد مناحي على الدائره بذكاء مرر له فهد ربيع. 22 لقرين 12 دقيقه الشوط الثاني، 22 لقرين 16 لفحيل. كره مع حيدر، اكتمل لقرين. كره مع الغربلي ضاعت، عوده هجمه لفحيل. وين وين وين؟ بالمرمى. يا عيني على هذه الكره، يوسف الخضير، يوسف الخضير حقيقه قدم مباراه رائعه الشوط الاول، والكره اللي سجل منها شوف من خالد رويشد على طول انطلق هبل صوب وسجل، حمل دريبل وارتقى وسجل هدف بصوره ذكيه. الفهيل يلعب رقابه عبد العزيز نجيب، اعاقه ورميه حره للقرين الان. حسن المهدي، عبد العزيز نجيب، نجيب يصوب، محمد الشمري يتالق، محمد الشمري حارس المرمى، لعب شوط اول حلو، ونزل الان بدل زميله ناصر الهاجري ويتالق الحقيقه في الدقائق الماضيه. 13 دقيقة 22 لقرين 17 لفحيل، هناك 5 اهداف متاخر لفحيل عن منافسه لقرين، لكن كرة اليد ممكن يعود، ممكن يعود، كل الاحتمالات واردة. كرة مع نشمي لأحمد سرحان، سرحان لرويشد، ريح فهد ربيع مدرب، تصويبة ذكية وأذكى مشعل الشطي تصدى لها بدر الرندي، وبدر يا 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 ليش يا بدر؟ وين يا بدر؟ يبتسم ما عليه، كرة مضية يعني على الأقل، يا بالحارس يا بالخشبات، شوفها شوفها. أوه لا تصدى لها، تصدى لها، هو صوب لكن محمد الشمبري يتألق ويتصدى. مدرب لفعيل ماركوفيتش زعلان، يعاتب لعيبته. هذا عباس طه حديث مع لعيبته، شوف شوف شوف، والله معك حق، كلامك صحيح. تركيز بالتصويب، عدم الاستعجال. يعني شرح لهم كل حاجة، انه فعلا هذا الفارق الحين 5 اهداف، فارق إضاعة فرص، كرات سهلة. بالمقابل بقيادة عبد العزيز نجيب، القرين يتألق،
هذه حقيقة. جرين يتألق دفاعا وهجوما وهو أفضل طبعا لا شك أنه نسبة الخبرة لدى الجرين، عنده عبد العزيز نجيب، عنده البلوشي، حيدر، باغر الوزان، كذلك الفحيل، فهد ربيع، نشمي، سرحان، ناصر الهاجري، الخبرة متكافية. وهجمة للفحيل، خالد مناحي، سرحان، نشمي، نشمي، يا سلام يا سلام، بمهارة فردية عبد الرحمن نشمي، حمان نشمي يخترق دفاع الجرين ويسجل الهدف رقم 18. شوف شوف شوف، أخذ الكرة، عمل خداع، موه للمدافعين، انطلق إلى 6 متر واخترق دائرة 6 وسجل الهدف رقم 18. فهد ربيع بالدفاع ينزل ويريح بالهجوم، مدرب بصمة المدربان الوطني عباس طاها وماركوفيتش مدرب الفحيل واضحة. مباراة ممتعة، فيها ندية، فيها إثارة، وكان الخط البياني يسير بصورة أفضل للجرين عن منافسة الفحيل. نجيب بيصوب، صوب نجيب، ومحمد الشمري يتألق، حارس الفحيل الشمري يتألق، وهجمة الفحيل، كرة مع رويشي، تهدئة، يلا هدي خالد رويشي، خالد يلا، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يوسف الخضير، يوسف الخضير، شوف شوف، لوب بالمسطرة والقلم بتمريرة من نشمي بمكان مناسب وثقة وتصويب مناسب، و19 لفحيل، 22 لجرين، لفحيل 19، عادة للفحيل للمنافسة، قرب الفارق، 3 أهداف، كرة رمية حرة خارج 9 متر لنادي الفحيل، لنادي الجرين. حسين المهدي لنجيب، هيدر، تصويب ودخول خاطئ، دخول خاطئ احتسب، دخول خاطئ احتسب على يوسف حيدر، تبدأ هجمة إلى الفحيل. شوف الفحيل يهاجم، يطلب مدرب ماركوفيتش الهدوء، التمرير والاستلام بحذر، ثم اختيار الوقت المناسب للتصويب. نشمي، الرويشد، لسرحان، للرويشد، لنشمي، صوب، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر، الله سنافي، كرة مع الفحيل، خالد رويشد، نشمي، فضير، لسرحان، صوب ورمي الجزاء، رمي الجزاء لأحمد سرحان، بيصافر الحكم ثامر أشكنوني وزميله هاني أبو، شوف شوف شوف، ها من داخل، صح يا حكم، شكرا لمخرجنا، شكرا والله، أنا يعني فيها قلت، لكن عبد العزيز نجيب كان داخل الستة متر، كان قاطع داخل الستة متر، نزل وبالتالي رمي الجزاء مستحق. عبد الرحمن نشمي، هوش، صوب، يسجل الهدف رقم 20. تقاربت النتيجة وسخن اللقاء، سخن اللقاء، شوف هوش وعلى يمين الحارس، وهدف لفحيل، زعلان كابتن عباس، زعلان، كرة معه، اوه رمية جانبية خاطئة، ماذا حدث للجرين؟ ماذا يحدث لنادي الجرين؟ شباب شباب تكتك نفس الشيء نفس الشيء، 22 لجرين لفحيل، 20 وحدة في الدقيقة 18، راح نخلص الدقيقة 19، وقت طويل، مشوار طويل، كرة اللي يعطيها تعطي، اوه هدف هدف عبد الرحمن نشمي، اصحاب الفانيلة الحمراء صحوا،
أصحاب الفنيلة الحمراء صعب. شوف كرة سريعة، كرة سريعة لنشمي، نشمي لفحيل يصطاد الهدف 21، يصبح الفارق هدف واحد بعد ما كان 4-22 لقرين 21 لفحيل. اضطر مدرب نادي لقرين واعتقد في وقته الكابتن عباس طاهن يطلب تايم اوت، يوقف المباراة ليتحدث، ليوجه، ليرشد، ليعطي اشارات الخطأ وينها فيه. طلب مدرب الفحيل ماركوفيتش تايم اوت امامنا بصورة قبل شوي وكان الفارق 4 اهداف. حاشا لعيبته بقوة، صلح لعيبته الاخطاء وعادوا للمباراة. هذه الكرة اللي اعطوا حسين مهدي دقيقتين في محله، صح صح. لقطات لاحداث الدقائق الماضية، المباراة سخنت وعادت اجواء المنافسة في الدقيقة 19 بفارق هدف واحد. اوه لا شك فايت كابتن عباس طاهر زعلان، زعلان على الله يعين المدربين. والله المدرب يعني مشكلة انه دائما المدرب يشيل الخسارة واللاعبين يشيلون الفوز. رمية حرة، رمية حرة خارج 9 متر لقرين. هذا نشمي سجل هدفين في وقت مناسب، في وقت مناسب. نجيب يوسف حيدر شد لفحيل دفاعه، شد لفحيل دفاعه، حاول يوقف المد الهجومي للقرين. كرة مع يوسف حيدر للغربة اللي فواز الدائرة ورمي الجزاء. كرة ذكية من فواز الغربلي لزميله لاعب الدائرة، ودقيقتين دقيقتين لعب الحمان نشم. لاعب مؤثر، لاعب مؤثر، شوف بذكاء خطأ دفاعي صح، فيها قوة وقرار موفق من الحكم هاني أبو، صح. شوف دقيقتين لعبة قوية ورمي الجزاء. فهد ربيع واضح المباراة على وجهه. هيثم دشتي صوب، صفر الحكم، صوب وسجل هدف يحمل رقم 23. حاول محمد الشمير حقيقة متألق، برافو يا محمد، هذه مباراة أكثر من رائعة. فعيل ناقص المرة هذه لاعب اللي هو الرحمن نشمي صانع الألعاب، والقرين يتقدم بطريقة رجل لرجل لإرباك الهجوم والمد الهجومي لنادي الفحيل. هذا رويشد، يوسف الخضير، رويشد للجناح الايمن. اوه اوه فهد ربيع يصوب، فهد ربيع بيصوب وهناك اعاقة، هناك اعاقة. حقيقة لعبة قوية، لعبة قوية، لعبة قوية من باقر الوزان لإعاقة فهد ربيع. لعبة قوية فيها عمق، فيها عمق وقوة. أعطي دقيقتين، فهد ربيع يطالب أنه في عقوبة، لذلك أعطى الحكم باقر الوزان دقيقتين ورمي الجزاء. مباراة احلوت، مباراة فيها متعة، فيها ندية. خالد رويشد بيصوب، نشمي عنده دقيقتين اللي سجل رمي الجزاء الماضية. صوب خالد رويشد واصطدمت بالعارضة وعادت هجمة للقرين. لم يستفد لفحيل من رمية الجزاء، ولعب بالمرمى الحارس عبد العزيز الردهان بدل زميله مشعل الشطي، وعادت من القايم ليخسر نادي لفحيل رمية جزاء كان محتاجا. تصويبة، السلام، تصويبة جميلة وصدى من محمد الشمري، تصويبة فواز الغربلي والتصدي من محمد الشمري حارس مرمى الفحيل المتألق. شوف 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 على طول، السلام عليك يا محمد. مباراة ممتعة وأداء راقي لحراس المرمى إن كان مشعل الشطي أو محمد الشمري. حقيقة الحارسين، الحارسين للقرين والفحيل يقدمون مباراة كبيرة ويتصدون للعديد من تصويبات المهاجمين.
هذه لقطات لحارس مرمى وفهيل محمد الشمري. يا سلام يا سلام، لقطات جميلة يستحقها محمد الشمري. هجمة لي لقرين، فارق هدفين، ضاع لفحيل هجمة الماضية مع أنه النقص العددي للطرفين. نشمي لفحيل دقيقتين وباقر الوزان دقيقتين من لقرين، والفريقين يلعبون بطريقة رجل لرجل. لقرين يهاجم مع يوسف حيدر، تمرير جانبي يوسف عبيد، عواد نزل نشمي الآن، خالد رويش الويعاقة ورمي حرة اكتمل لفحيل، والقرين عنده نقص عددي اكتمل بعد نص دقيقة. كرة مع نجيب، أين أنت يا نجيب؟ يوسف حيدر سيصوب، غير راية، رمي حرة أخرى للقرين، يحاول يضيع الثواني لاكتمال صفوفه. خلق خطيرة 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 خطيرة، خطأ دفاعي، خطأ دفاعي ليوسف الخضير، دفع ثمنه اللاعب يوسف عبيد. القرين شوف نجيب ذكي، خطأ دفاعي، ثغرة دفاعية مع أن الفحيل مكتمل والقرين ناقص. القرين يكسب المسافة، يكسب الثغرة، يسجل يوسف عبيد هدف القرين رقم 24. اكتمل القرين ومكتمل الفحيل وهجمة الفحيل، رجع الفارق إلى 3 أهداف بعد ما كان هدف. مباراة ممتعة، كرة مع سرحان، سرحان إلى الياقوت، فهد لسرحان، خطيرة وتصويب، برافو برافو برافو، مشعل الشطي، مشعل الشطي، شوف انفراد، انفراد من لاعب لفحيل، اللاعب سلطان مبارك، ولكن يتصدى بكل قوة وبكل مهارة مشعل الشطي اللي أمامنا بالصورة. مستوى جميل، مستوى رائع لمشعل الشطي، يعطي دافع لزملائه بالتعويض بالأهداف. عارس يلعب، لاعب يقدم كرة، كرة لباقر الوزان، كرة ذكية لباقر الوزان، استلم وصوب على طول وهدف، استلم وصوب على طول وهدف. في حاجة الظاهر هدف، هذا في تبديل خاطئ أو حاجة. مباراة متوقفة، ثامر شكنوني وحديث مع عبد العزيز فيصل ميقاتي. شوف في دقيقتين، في دقيقتين الظاهر نزل لاعب قبل لا يطلع زميله فواز القربلي، فواز القربلي خرج ونزل لاعب، يعني المهم انه القرين راح يلعب ناقص الدقيقتين القادمة. والفعيل عباس طاها يعاتب لعيبته ويتقبل وما عليه. عندنا فارق 3 أهداف أو 4 أهداف، مريح نوعا ما لكنه ليس مطمئن. 25 لقرين، 21 لفحيل. لقرين ناقص لاعب، فحيل متكامل، هل يستفيد الفحيل من النقص العددي؟ سنتابع. كرة مع فهد ربيع لأحمد سرحان، لربيع، ليه جناح الأيمن خضير، كرة ما زالت مع الفحيل، فهد ربيع، يوسف خضير، تصويبة، وكما هي العادة المتألق مشعل الشطي، الرائع مشعل الشطي، حارس مرمى القرين. شوف شوف الشطي، شوف مشعل الشطي يتألق ويرفع ايده ويصطاد. وهذه لقطات، شكرا لمخرجنا، أعطى محمد الشمري لقطات وأعطى مشعل الشطي لقطات، الاثنين يستحقون، شكرا شكرا، الاثنين والله يستحقون، قاعدين يقدمون مباراة كبيرة ممتعة. حراس المرمى للفحيل وللقرين. كرة مع نجيب المراقب، صوب نجيب، وهدف هدف هدف، عاد نجيب، عاد عبد العزيز نجيب للتصويب واصطاد مرمى الفحيل. الهدف 26، هدف اخر سريع لاحمد سرحان. مباراة فيها سرعة، فيها سرعة للطرفين، وان كان القرين يستفيد من المد الهجومي اكثر من الفحيل. شوف احمد سرحان الخبرة، صانع الالعاب، وهدف يحمل رقم 22.
كرة مع محمد البلوشي. البلوشي تمرير جانبي إلى يوسف عبيد، إعاقة ورمي حرة خارج التسعة متر. حسين مهدي لنجيب، حسين وضيع الكرة، وهناك رمي حرة خارج التسعة متر لنادي القرين. 25 دقيقة ونص متبقية، 4 دقائق ونص على نهاية هذا اللقاء الممتع للفحيل والقرين. فارق 4 أهداف. نجيب، ضيع الكرة من نجيب، كل الاحتمالات واردة. 4 دقائق فيها كلام، فيها كلام، كرة اليد تتغير في يعني ثواني. 4 أهداف، كل شيء ممكن، كل شيء ممكن حدوثه. أحمد سرحان، سرحان لمناحي، مناحي يصوب، الحاكم يقول لمس الستة متر. خالد مناحي لمس الستة متر، يصافر الحاكم هاني أبو لمس. شكرا لمخرجنا. لا لامس، لامس يا خالد، والله إدارة موفقة يعني بكل ثقة. الحكام ثامر أشكنوني وهاني أبول وإدارة هذا اللقاء بصورة جميلة متميزة، بقرارات يعني واضحة سليمة، مساعدة من اللاعبين باحترام قرارات الحكام أبول وأشكنوني، فالجميع يؤدي دوره بصورة جميلة. ممسوكة المباراة منذ انطلاق صابرة البداية وحتى الدقيقة راح نصير 27 متبقي 3 دقائق. نجيب يحاول بطريقة ذكية، لاحظ انه نجيب راح يطول اللعب، يمرر ما راح يستعجل. صوب، لا والله استعجل، يعني واحد يقول لك ليش يطول الباص، لانه خبرة وفيها 3 أهداف، يعني المباراة شبه خطيرة. دخول خاطئ، دخول خاطئ، احتسب على سلطان مبارك. المباراة أقرب للقرين، المباراة أقرب للقرين، وهدف، هدف ليوسف عبيد. يوسف عبيد يعطي الاطمئنان للقرين، يوسف عبيد يعطي نادي القرين الاطمئنان بفارق 5 أهداف. إذا الأمور فيها دقيقتين ونص، المباراة صعبة وشبه مستحيلة. بهذا الفارق القرين حصد نقطتي هذا اللقاء بعد شوط أول. هذا مدرب فهيل ماركوفيتش زعلان، والله الفريق قدم، إنما هناك بعض الأخطاء، هناك بعض الأخطاء البسيطة والبسيطة جدا. مشعل الشطي يتألق ويتصدى ويقف لتصويبات الفحيل عباس طه المدرب الوطني لنادي القرين. هدف لفهد ربيع، دقيقتين، فارق 4 أهداف، دقيقتين واربع أهداف، يعني واحد يقول انتهت، أقول لا ما انتهت، لكن بالخبرة الموجودة لعبد العزيز نجيب ممكن يقود الفريق إلى الهدوء. هو يوسف حيدر، القرين الفحيل يلعب بطريقة رجل لرجل، حاولت ارباك لاعبي القرين فواز القربلي، قربلي لعبيد، وعبيد يصوب والشمري يتألق، محمد الشمري حارس الفحيل يتألق، وكرة خلاص صعب، صعبة مرة الكرة، كان من الممكن أن يستحوذ عليها. والله يا محمد الشمري كرتك صحيحة، أخذها مني أنا، يعني الكرة صحيحة، إنما كان المفترض أحمد سرحان يستحوذ عليه. صج ولا ولد عم الصج؟ لا، كرة سليمة، أنت محتاج إلى الهجوم العكسي السريع، مررت كرة سليمة لأحمد سرحان، شوفها شوفها. شكرا لمخرجنا يبي أكد كلامي، شوف مرت، أنت ما استلم، أوقف عدل، استحوذ على الكرة ثم ابدأ الهجوم، ذلك يعاتب أحمد سرحان. كرة مع القرين، وشوف مهدي تهدئة، ثواني الأخيرة، زبدة الكلام، زبدة الكلام لفحيل والقرين، القرين يكسب، القرين يكسب هذا اللقاء بعد لقاء جميل حقيقة، لقاء جميل. والشطي ما زال يتألق، مشعل الشطي ما زال يتألق، وبالمقابل ولكن محمد الشمري حارس مرة الفحيل، الفحيل متألق. ثواني الأخيرة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تقبل الفحيل الخسارة وبكل احترام لمنافس القرين، وهو يتقدم لتهنئة لاعبي القرين ماركوفيتش مدرب. شوف يا سلام يا سلام، ماركوفيتش وعباس طه مدرب القرين وتهنئة، وها هم النجوم مدرب الفحيل صاب الحكام. شوف اللاعبين
بكل ثقة وبكل حب وبكل روح رياضية. الخاسر يقول مبروك والفائز يقول مبروك. مبروك لجرين وحظ اوفر للبعيل، مباراة ممتعة. نبقى بعد ثواني قليلة اعزائي المشاهدين، اعود للاستوديو التحليلي والزميل المتألق عبد الله حسين وزملاء المحللين نايف الرندي وليد عايش لتحليل هذا اللقاء، ولكم مني الف تحية وتحية. جاسم لذيان.